علي صوتك بس. شميت ريحه غاز الساعه 8:30 كده، انا كنت داخل حمام بصراحه الشغل، فجاه سمعت حد بيقول غاز غاز، ما ركزتش معاه، بفتح المايه لقيت في صوت القناعه جامده قوي. انا كانت اختي موجوده، كنت متجوزه معاها ابني 4 سنين وابن وبنت شهر بالظبط. طبعا انا كل همي ان الدور ده الحته دي اللي جريت عليها عشان الحق اختي، راح الواد الطفل الاطفال الصغيره بس. فيدوبك نزلت بسرعه جريت لقيت اختي تحت في بين الحته المحدوده دي، جبتها وطلعوا الطفله الصغيره وبنوتي الثاني في المستشفى حاليا. والله انا ما كنتش موجود عشان احكي اللي حصل، انا جاره وسمعت الرزعه، جيت على الرزعه والخبطه بتاعت اكنها قنبله اتخبطت في البيت. اللي حصل؟ اللي حصل كان في ريحه تسريب غاز في الشارع، في جارتنا كمان شمت ريحه الغاز دي وسالتنا، فاحنا ما كناش شمينها، طالع من البلكونه ببص راح الانفجار ده حصل، فاخدت والدتي ونزلت جري فلقيت البيت ده كله نصه واقع. خدنا طبعا طلعنا الناس اللي قدرنا نطلعهم، وفي حاله حروق في الجسم كلها، وديناهم مستشفى الدمرداش. كم حاله؟ حاله واحده في الحروق، وفي حاله وفاه والده برضك توفى، ونقلوه مستشفى جهان. في اللهم صل على النبي طفل برضك خيط له وشه من بره ومن جوه. واحد الحاج اللي تحت توفاه الله، وفي عيل في الانعاش، وبتاع الخضار اللي كان تحت راح الانعاش، وعمر مكسور، والبيت زي ما حضرتك شايف. ونسبة الحروق فيه 95%. انت كنت معاهم في المستشفى؟ الرعاية ولسه جاي دلوقتي. ايه اللي حصل هنا؟ والله احنا خلصنا الاجراءات، بس الدكتور عبال ما خلصنا نضفوا له الجروح وكل حاجة، والحمد لله طلع الرعاية دلوقتي. والله هم يعني مكتب رئاسة الأسرة برضك تابع معانا وما سابوناش، بس هم هناك كانوا عايزين طبعا نخلص إجراءات الأول، عشان عايزين 12,000 جنيه، 6,000 للمعالينا و 6,000 عليهم. فعقبال ما خلصنا اللهم صل على النبي الإجراءات دي، مكتب رئاسة الأسرة اتصلنا، كانوا قالوا لنا جيراننا يعني قالوا لي إن في ناس من وزارة الصحة هنا، فكلمناهم وقلنا لهم إن هم طالبين 12,000 جنيه، 6 عليهم و 6 عليهم. فهم اتصل بيا مكتب رئاسة الوزراء وبعت لي مدير المستشفى، عقبال ما خلصنا معاه الاجراءات وكده الحمد لله، يعني هو دلوقتي كويس وطلع الرعايه. هو دلوقتي انا كنت مع الحاله دي بس كان في الرعايه، بقت الناس بتفهم انه مصاب، وابو المصاب دوت اللهم متوفى مستشفى ايه؟ وحاله الوفاه احنا مستنيين ده كله، انا سمعت ان هم لسه ما خلصوش معاهم الاجراءات. كم حاله؟ هي حاله وفاه الاحتجار جامد قوي، بالك نزلنا نشوف لنا اللي طالع مسلف واللي طالع متعور واللي طالع كده، خوفنا احنا كمان الداخل نخلي الوش ابيض، كل الناس جريت، كل الناس جريت، الحمد لله انها جت على قد كده، اللي اتعور اتعور واللي راح المستشفى راح المستشفى. في كم حاله؟ والله الكام حاله دي ما عدتش، ما حدش حد يقدر يعد ولا كان حد، لان انا كنت موجود ساعتها داخل. حصل انفجار فين؟ فدلوقتي احنا عايزين الحكومه تجيب شقالات للبيت عشان البيوت الثانيه ما تتضرش بيها. لازم تتعمل لها شده معدنيه عشان يوقع البيت من فوق الاول، لكن كده هيضر البيوت وهيضر المواطنين دي، والناس دي ممكن تتعور برضه.